مرحبا فيكم من جديد. اليوم رح نحكي على التريسك، لنشرح شوية شغلات قبل ما نحكي على كيف بدي أنشأها، لأنه الموضوع تبع إنشاءها موضوع عابر، يعني ما إنه كتير موضوع بيحتاج لكتير شرح. ولكن مشان تفهم البنية تبعيتك، احنا حكينا بأحد الفيديوهات إنه ما راح كتير نغوص بالتفاصيل، لأنه مخصصين بلاي ليست خاصة بشرح الكولكشن بشكل مستقل. كلمة ست مثل كلمة أري، مجموعة، هناك مصفوفة هون مجموعة، هاي مشان نتفق على الشق الأول. ست التري هي بنية تخزين، يلي مارق على كورس خوارزميات، هي بنية تخزين عقدية بحيث بيخزنوا عناصر أو بيانات ضمن أشجار. فبيجيك أنواع كتير كتير للأشجار، منها أشجار ثنائية، منها أشجار FEL، منها أشجار بلاك ريد، منها أشجار متوازنة، منها أشجار تقبل إنه يكون عندها ابنين، ما يكون عندها ابنين ما بيهمني. فكلمة شجرة هي بنية للتخزين، ولكن بتحاول ترتب، توازن، ما تكرر، ومن هالميزات يلي موجودة. فتري سيت هي كولكشن، أكيد ما أنا مثل الريليست، تخزن ببنية شجرية، بترتب العناصر، بترتبهم ترتيب، يعني إذا فوت أرقام بترتبهم بكل عملية إضافة، بترتب بضمن هالشجرة العناصر بحيث بعد أنت بتطبع لك إياها مرتبة. إذا كانت القيم اللي أنت مدخلها عددية فبترتب لك إياهم حسب الترقيم، إذا كانت هجائية بترتب لك إياهم على الألفابت. لذلك هي بكل عملية إضافة بدها توازن الشجرة من أول وجديد، بحيث تضمن إنه هذا العنصر يلي ضفته أنا نضاف بمكانه، مو مثل الأري ليست أي عملية إضافة بتضيف بالنهاية. هون شجرة ما عاد عندي بداية ونهاية، عندي جذر وعندي عقد. فلذلك في كل عملية إضافة تعتبر عملية إضافة مكلفة، لأنه بكل عملية إضافة في عملية موازنة، اللي هي خليني أشرح لك إياها، هي قريبة لعملية الترتيب، ولكن بالأشجار ما بيسموها ترتيب وإنما بيسموها موازنة. لذلك التري سيت هي بنيتها، هي الهرمية تبعيتها وصولا إلى لهذا الصف، إنه التري سيت ورثاني من كذا ورثاني من كذا ورثاني من كذا ورثاني من كذا، مشان يكون عندك اطلاع على هذه البنية. من أي باكج بتجيبها من باكج اليوتيل مثل الريليست. كمان بدك تحدد لها نمطها أثناء التصريح عنها. الميثود تبعت الإضافة فيها اسمها آد، ممكن مثلا بكرة بالماب بتشوف في عندك بوت وليس آد، لذلك لازم تنتبه على هاي النقاط. بتضيف، ضفنا A، ضفنا Z، ضفنا B، ضفنا C، ضفنا A تاني مرة. هلا المعلومة بدي فيتكن فيها، أول شيء إنه الميزتين موجودة فيها، إنه التري سيت بترتب العناصر، فإذا كانت القيم المدخلة هي أعداد بترتبهم اثنين، هي عند الطباعة، إذا كانت محارف بترتبهم كمان حسب الترتيب الأبجدي. الميزة الثالثة اللي موجودة معانا انه هي بتحذف التكرار، يعني بالسطر 6 وقت ضفت A رجعت ضفت 10، بالسطر 10 ضفت A تاني مرة، رح يتم حذف، ما رح تنضاف ال A تاني مرة لأنه هي موجودة. فإذا بتطبع السايز ما رح يطبع لك السايز 5، وإنما رح يطبع لك السايز 4، لأنه عملية ال A ما انضافت. ونفس الآلية اللي تمر عليها بتمر عليها بإتريتور أو بحلقة فور اتش مثل ما بدك. فالميزات اللي بدك تعرفها إنه التري سيت بترتب، اثنين ما بتسمح بالتكرار، ثلاثة هي بنية شجرية، وبتفيك تمرق عليها بحلقة فور ايتش، وفيك تمرق عليها بإتريتور. هي أهم المزايا لازم تعرفها على التري سيت. ففي كتير مسائل أنت ممكن تستخدم فيها التري سيت مباشرة، إنه هي بترتب وبتوازن وبتحذف لك التكرار في حال ظهوره. إذا في أي سؤال شاركوني فيه بالتعليقات، واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديدنا. بيكون اليوم انتهى درسنا، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة.